فيقوا عن عبادات باطلة. قصة ما أنا لعبة. لما بقول إنهم يهلكون ولاحظوا حجم الدمار والكوارث عند المسلمين عند 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 المسلمين. سبق وخبرتكم عن رؤية أعطاني إياها الرب من أكثر من 10 سنين وتكررت 3 مرات. بالرؤية قال لي لم يبقى حجر على حجر، قال لي خبري إنه النهاية قريبة. بوقتها خفت خبر، قلت بدهم يقولوا عني مجنونة، قلت بدي أتعرض للسخرية كتير، وما زلت طبعا لغاية اليوم. نشكل مجموعة تضاف إلى 7 ملايير من سكان المعمورة. هل الأكثرية على الإيمان أم على الكفر؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اجلسوا يا جماعة، اجلسوا. بارك الله فيكم يا أخي. فأين تذهبون يا أخي؟ يا أخي يا أسعدها، يا أسعدها من لحظة نموت فيها في بيت الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحوا أيها الأكابر، سبحوا أيها الفضلاء، لا إله إلا الله، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. انك بدك تشوف انك عم تعبد المهلك. هي مشاعرها النفسية ناحية المسلمين مخلياها فعلا مفتقدة لأي عقلانية. بنفس الاسلوب يا عم سعيد، الناس اللي بتتحرق في الكنائس والكنائس بتتفجر دي يا سعيد، تمام، بتتفجر وهم داخل الكنائس، والاطفال المسيحيين اللي بيموتوا وهم رايحين المدرسة والكلام ده كله يا عم سعيد، مش بنفس المنطق بتاعها. لقد اهلككم المهلك، إنكم غصب عنكم لا تعبدون الإله الحق وإنما تعبدون المهلك غصب عنكم. مش بنفس الأسلوب يا عم سعيد؟ طب أقول لك بقى، أكلمك بقى بنفس أسلوبها يا عم سعيد. طب بصي، إحنا عندنا المساجد ما بتتدمرش وما بيجيش حد يولع فيها، وما عندناش ولا مسجد حصلت فيه حريقة، لكن الكنائس دي حصل فيها حريق كتير. يبقى بقى مين اللي بيعبد الله ومين بيعبد المهلك يا ماجي؟ مش ده نفس اسلوبها وده نفس طريقتها؟ مش ده نفس المنهج بتاعها يا عم سعيد؟ سمعت عن مسجد اتحرق فيه الناس المصلين بالله عليك يا سعيد طول حياتك؟ المنطق بتاعها، فهمني يا عم سعيد، ان احنا كده بنعبد الله وانتم تعبدون المهلك.